اسمي الكريم. عبد الله الحريري تسمعني ولا لا؟ انا اخوك الشاعر سيد معنا. منع مرحبا ومرحبا، انت معنا في برنامجنا. يلا يا ابني يلا يلا. واي بيضك يا الحربي، الله يبيضك ويبيض وجهكم كلكم. شكرا 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 شكرا. الشاعر الكبير تعيش معنا. شو ضيوف تعال الحربي تعال. يعطيكم العافيه. هذا شاعرنا الكبير. واحنا اسفين خربنا يومكم. اعتذر من الجميع. والله لا احب خشم. والله لا احب. شكرا على وقفتكم. وشكرا على نخوتكم. يعطيكم العافيه. نخوتكم هذه احنا ما نستغربها. حقيقي. الرجال يقول خل وظيفتك انا بوظفك. انا اسفه صراحه، هذه مو انا تمثيل، انا اسفه. حقيقي. انا اسفه. شكرا. ها ها انا والله لا اني موظف ولا شيء، واتشرف اني اكون موظف. واتشرف اني اخدمكم جميعا. شكرا. هذه نخوتكم هذه والله ما نستغربها صراحة. وازعجناكم يا عبد الله. ونعم يا عبد الله. أجل تقول هذه كب الضعافة. ها استفزتك. ما ردنا. يقول الحمد لله ما هو برجال، ولا كان ودي أبقس. فبيض الله وجهك وجمل الله حالك، ولا تنسى برسل لك السيفي. الله يطول عمرك. طبعا انا لما كشفت يعني عن الموضوع وكشفت عن شخصيتي وعرفوا يعني تباينت ردود الفعل. يعني عبد الله مثلا كان يقول عطني كرسي ابغى اجلس، ما عاد قدر يوقف. ردود فعل حقيقه يعني تثلج الصدر، وكانت متباينة، وكان كل واحد منهم يتميز بردة فعل تخصه وتخص شخصيته. عبد الله بن عبد العزيز الحربي، والله السبب اللي خلاني اتدخل الصدق يعني ما عاد قدرت اتحمل الموقف، ما عاد قدرت. انا دمي فار والله اني قاعد انتظر، ماني راضي ان الرجال قاعد ينهان بالطريقه هذه. والله يعني زي كذا الموظفين انا فاهم وضعه، يعني انه مثلا متوتر الرجال، خايف يخسر وظيفته، قاعد يبغى يهدي اللي قدامه باللي اقدر عليه. فلذلك جيت انا قلت انت في الحاله هذه ما تتكلم مع الشخص هذا، ما تتحمل الاهانات هذه. مسكته على جنب، قلت انا اوظفك، انا شغال في نفس المجال طبعا. قلت انا اوظفك، ابيه يتجاوب معي باللهيبه. والله انا كنت منفعل جدا، فجاه فسخ اللي على راسه، قال انا الشاعر سعيد بن مانع. وانا يعني الشاعر سعيد بن مانع شاعر معروف وانا اعرفه عرف زين. كنت وقتها شعوري لا يوصف، كان واحد صاب علي بسطل مويه، جد ما يوصف ابدا ابدا ابدا. اهلا يا تعال جنبي، تعال. الله يحيي هالوجه ويبقي يسلمك ونقول بيض الله وجهك وسعداء بلقائك. الله يسعدك. شكرا على ردة الفعل الجميلة. العفو لك. الله يسعدك. هذا ذكرى بسيطة منا، هذا والله نخوة وانت والله تحريبها. الله يسعدك. انت رجعت بيني افصل من وظيفتي. الله يسعدك. الله يسعدك. والله انه شيء كايد هذا. هذا من طيب راسك ولا نستغرب الطيب من هذا. جعلني بعد بيض الله وجهك. وجهك يا سناف. شكرا يا عبد. العفو لك يا سناف. سعيد جدا اني دخلت الحمد لله، لان هذا شيء متربين عليه الحمد لله، وهذا شيء ان شاء الله هنا في كل سعودي، كل واحد يحمل الجنسيه السعوديه ان شاء الله فيه الشيء هذا باذن الله، وكل واحد في الامه العربيه كلها. احنا ديننا الاسلام وديننا يعني يحثنا على فعل هذا. الناس ما تخلي الناس لبعضها مثل ما قلت لكم.